انت دلوقتي عايز يجيب لعيب، طب منين؟ ولازم يبقى عنده فلوس، ولازم يفك. وانا لما بعت محمد عبد الشافي عرضته، وبعدين بعته وعبد الجابر وعلي جابر، كنت محتاج دول كلهم، بعتهم عشان فلوس عشان اجيب لعيبه تانية. واديني النهارده خدت البطوله الكونفدراليه باللعيبه الجديده والقديمه. النهارده عندي بقى وصلت، لو كسبت 13 اجيب خدت الدوري باذن الله. وعندي بطولتين تانيين، السوبر المصري والسوبر الافريقي. ده كله يا جماعه عشان انت محتاج لعيبه. لكن يقول له ايه؟ بتعرف تعوم يا ابراهيم عثمان؟ لا والله ما اعرفش اعوم. طب انا احط حجر على ظهرك واكتف ذراعك من ورا وعديني المحيط دوت، يا ما اعرفش اعوم. لا هو كده والا هنشتمك. ده كلام فارغ، ده كلام فارغ، كلام غير مقبول. مفيش حد هيحرك حد في السوشيال ميديا دي، هيودي رئيس نادي يمين او يوديه شمال. مصلحه النادي كله، انت انتخبت الراجل دوت، سيبه يدير. ده رقم واحد. رقم اتنين، اي لاعب هينزل خبر ان الاهلي بيفاوضه هعرضه للبيع للاهلي. كلام واضح. انا اهو رجعنا تاني، اسمه سالم، الاخ سالم وكيل محمد ابراهيم. هو محمد ابراهيم كل ما شد حيله، اولا اخر قسط لمحمد ابراهيم الغرامه اللي كانت عليه في النادي بتاع البرتغال انا دفعته له خلاص. تمام. الاهلي بص ده الوفد. محمد اللاهوتي ولا الاهواني، ما اعرفش اسمه ايه، محمد ايه كده، خلاص الاهلي يواصل متواجد في الزمالك وفوض محمد ابراهيم. لم يحدث، انا على مسؤوليتي. والخبر ده اللي مسربه سالم وكيل عشان عقد محمد ابراهيم المفروض يتجدد، فانت بتضغط على الاهلي، لا هات عرض الاهلي نوديه. هات عرض سالم، مش انت ذكر؟ وكل ما محمد ابراهيم يشد حيله بعد ما يكون واقع ونقف معاه معنويا وماديا وندعمه ويقف ويقول الاهلي بيفاوضه، هات لي عرض. هات عرض من الاهلي. مش انت راجل سالم؟ هات عرض من الاهلي وانا اوديهولك. انما شغل لو الدراع ده قبل تجديد التعاقد يا خالد مش هيمشي مع رئيس نادي ذكر. وبعد كده كل اللعيبه دي عندها عقود مستمره يعني يا جماعه، مش لا لا، محمد ابراهيم عقده يخلص يناير يتعاقد في اي مكان تاني. فبيبتدي دلوقتي عشان تجدد له، الاهلي عايزني. لا يا حبيبي روح الاهلي. بص اي لعيب ثاني او لم الواد وكيلك، اي لعيب بيفرض نفسه يا سياده المشرف في الملعب، يعني اي لعيب لكن ده معسكر عايز يفرض نفسه، يفرض نفسه مع محمد ابراهيم. لعيب محمد ابراهيم اصيب مرتين بالظبط، وان شاء الله يرجع، ورجع ابتدى يرجع الفتره الاخيره وهيرجع احسن ان شاء الله. تمام. مش كل ما يجي شد حيله كله يسرب لي خبر اصل رايح النادي الاهلي. لا يا حبيبي هات العرض الاهلي. هو فعلا الموضوع ده برضه تم تسريبه اعتقد من برضه في يناير اللي فات او قبليها او بدايه السنه، كل تعمل نفس القصه. وحتى معظم الصحفيين يطلعوا يقول لك خلاص ده محمد ابراهيم قعد عدلي القاع اتكلم معاه. انا فاكر بقى لنا سنه ونص في الموضوع دوت. لا لا يا سالم، قلت لك قبل كده بلاش. انا يا سالم عندك عرض من الاهلي هاته واتفضل وفوق بوسه. الزمالك لا يخضع للابتزاز ولا يخضع للاخبار اللي بتنضرب في بعض الجرايد عشان اللاعب عايز يعلي سعره في التجديد. الواحد بصراحه عمال يعني عمال يشوف. طبعا انت عمال تقول لي تقول ايه، واحد يمين وواحد شمال واصله مش عارف مين، انت ما فهمتش الناس حاجه خالص. والله انا بقول، لا انا بقول بتحاول تقول. تمام. بص يا خالد، ان شاء الله باذن الله بكره لو كلمتني بالليل هقول لك ان شاء الله مين اللي خلص باذن الله. ان شاء الله. طبعا في مجموعه محترمه مضت خلاص. في مصريين يا سياده المشرف عشان بس في ثلاثه مصريين والرابع جاي باذن الله خلاص خلصوا خلاص. أو بعده خلاص.